نشرت صحيفة الوطن البحرينية الحلقة العاشرة من سلسلتها الوثائقية عن تاريخ زبارة تحت عنوان نظام الرواتب والتموين والتقاعد في الدولة الخليفية. ويتطرق الوثائقي إلى تحقيق الدولة الخليفية الضمان الاجتماعي اللازم لرعاياها باعتبارها أحد أهم الحقوق الأساسية. هذا وتأتي الحلقة استكمالا للسلسلة الوثائقية التي أطلقتها الصحيفة لتبين النهضة التي بنتها الدولة الخليفية في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين. أسست الدولة الخليفية لمفاهيم متعددة تكفل الحياة الكريمة لرعاياها في مختلف احتياجات الحياة، ومن بينها أمرين مهمين للغاية وهما نظام التموين والنظام التقاعدي. فقد كفلت الدولة الخليفية تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم لرعاياها في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما أمنت لرعاياها الغذاء والكساء والرواتب باعتبارها أحد الحقوق الأساسية للرعية. ويؤكد الباحث القطري محمد شريف الشيباني في كتاب قطر إمارة عربية بأن الدولة الخليفية منذ تأسيسها تضع لرؤساء القبائل مخصصات سنوية بالإضافة للكساء والغذاء، وبطبيعة الحال فإن حكام الدولة الخليفية منحوا صلاحية لرؤساء القبائل بتوزيعها للمحتاجين من أفراد قبيلتهم. فيقول الشيباني إن حكام الدولة الخليفية جعلوا للقبائل القطرية مقررات سنوية، وكل رئيس قبيلة هو زعيم بلاده، وأمر الجميع يرجع إلى حاكم البحرين. ويضيف الشيباني أكثر هذه المقررات 10 قلات تمر ومئتي قران وكسوة، وأقلها 250 قران وكسوة. ودأب حكام البلاد في مختلف العهود على ذات النهج منذ تأسيس الدولة. ففي عهد صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الممتد من عام 1869 إلى 1932 كان يتم توزيع مختلف المؤن على رعايا الدولة في الزبارة. وإلى جانب المخصصات السنوية والتموين الغذائي والكساء ونحوها، فقد كان صاحب العظمة يزود رعاياه بالأسلحة اللازمة للدفاع عن أنفسهم ولحماية الدولة. ففي عهد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وبحسب الكتاب المؤرخ في 10 إبريل لعام 1869، فإنه تم تكليف راشد الجبر النعيمي من قبل الحاكم وبمشاورة زعماء القبائل القطرية انطلاقا من مبدأ الشورى الإسلامي ليكون مسؤولا عن أمن شبه جزيرة قطر. ومن أبرز مهامه حماية الحدود ومنح مخصص لترتيب أمور شبه جزيرة قطر بمبلغ يقدر 4000 قران، ويشكل هذا المبلغ ما يقارب نصف إيرادات شبه جزيرة قطر من جباية ضرائب الغوص، والذي يقدر 9000 قران. وفي ذلك قال الباحث عبد العزيز عبد الغني إبراهيم في كتابه قطر الحديثة بأنه في عام 1877 ميلادية، على سبيل المثال للحصر، كان الحاكم يمد النعيم بالسلاح وبالمؤن وقت الحاجة. وكذلك يقول الميجر جرانت في تقرير مرسل للمقيم السياسي البريطاني في شهر ديسمبر 1877 ميلادية بأن صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة كان يقوم بتزويد رعاياه في الزبارة بالتموين والسلاح متى ما دعت الحاجة. الوثائق التاريخية تلقي الضوء على جوانب مهمة من نظام التموين وطريقة إدارته وآلية توزيعه والشخصيات المسؤولة على ذلك. وقد كان التمر هو الغذاء الرئيسي والأنفس في ذلك الوقت. هذه وثيقة مؤرخة في 3 أكتوبر عام 1897 يصدر فيها الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البلاد أوامره للحاج محسن بن سلوم
بمنح 10 قلات تمر لمحمد بن راشد بن جبر كما هو معتاد، ومختومة في الخلف بختم الحاكم. والقلات العشر تعادل نحو 168 كيلوغراماً بحسب تحويلات الأوزان التي وثقها لورمير في كتابه الموسوعي دليل الخليج، وتحديداً في القسم الجغرافي. وهذه وثيقة أخرى مؤرخة في 17 من أكتوبر عام 1898، وهي أمر من الشيخ عيسى بن علي آل خليفة إلى الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب آل خليفة وزير الحاكم بصرف 40 قلة وعشرين قلة وعشر قلال من التمر لعدد من الرعايا في إقليم الزبارة، والقلة الواحدة تبلغ نحو 17 كيلوغراماً. وهذه وثيقة محررة في 23 من يوليو عام 1900، ومختومة بختم الحاكم مذكور فيها: بسم الله من عيسى بن علي إلى شملان كاظم متولي بقوة، وبعد عرفك عن رتبة الدولة من حق جابر بن ناصر بن جبر وربع من نرطب، والسلام. ويتم توزيع هذه الكمية من التمر والرطب على أهالي الزبارة. ومع تأسيس مؤسسات الدولة الحديثة في البلاد، مع انطلاق التعليم النظامي وتأسيس البلديات والشرطة عام 1919 ميلادية، تطورت أنظمة المعاشات، وأمنت الدولة الخليفية الحقوق التقاعدية لرعاياها في الزبارة. وفي ذلك خصص جواد العريض باباً في كتابه خط تحت الماء، حيث أكد بأن حكام الدولة الخليفية اعتادوا دفع المخصصات الشهرية لرعاياهم في الزبارة، وكان يتم تسجيل أسماء هؤلاء الأفراد من أهل الزبارة في قوائم كانت تعرف باسم قوائم البحرين المدنية وقوائم معاشات البحرين، والتي تضمنت بالإضافة للرواتب الحقوق التقاعدية لرعايا الدولة الخليفية في الزبارة. هذا النظام التقاعدي يعد الأقدم في تاريخ شبه جزيرة قطر، وما زالت سجلات رعايا الدولة الخليفية محفوظة في أرشيف الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مملكة البحرين حتى يومنا هذا.